مساء الخير على جميع. فيديو جديد النهارده من قناه اروح فين منين. التومي مابس معاكم احمد التومي. بنكمل يا جماعه من نفس النقطه. عندي احنا دلوقتي بالظبط عند كارفور سيتي لايت على ايدينا الشمال، لسه معديين وقفلنا عليه الفيديو. ايه الفيديو اللي فات؟ تمام. الحته دي هتاخدها من اقصى اليسار كده ولا الشمال، يا تاخدها من اقصى اليمين لانها زي ما حضراتكم شايفين ايه مكسر الميدان. الساعه قدام شويه وشده البلاستيك، احنا هنعمل يوتيرن كده عشان نخش ايه، نخش على دوران السيوف وشارع جميل ابو حريت، عشان احنا زي ما قلنا قبل كده عايزين نروح ايه، نروح منطقه ايه، منطقه محرم بيه، الواجهه النهائيه اللي احنا بنوصل. تمام. كارفور سيتي لايت بقى هو على ايدينا اليمين. هنخش من قبل مين يا جماعه؟ يعني من قبل ايه؟ من قبل كارفور سيتي لايت كده. وما ايه ومعامل ايه؟ ومعامل ايه؟ اهو في وشنا اهو. كده احنا رايحين على ايه؟ على دوران السيوف. دوران السيوف شماعة. من الدوران لو استمرنا على طول هنروح على كوبري العوايد وكوبري ابيس. لو خدنا شمال من الدوران يوديك على الفلكي. يمين من الدوران ممنوع الدخول، بس ده المفروض ان هو لو على رجليك يوديك على ميدان الساعة. فانت لو عايز تروح ميدان الساعة من النقطة اللي احنا فيها دي، ممكن تاخد الشارع اللي جاي ده يمين وتستمر فيه على طول، واخر الشارع شمالي يطلعك ايه ناحيه الميدان كده. ده هو دوران السيوف يا جماعه. السيوف شماعه عشان في سيوف تانيه، سيوف تروماي اللي هي ايه بعد ما بين محطه ترام سليبشر ومحطه ترام فيكتوريا، في سيوف برضه بس التانيه دي السيوف تروماي او عزبة السيوف، انما السيوف اللي احنا فيها دي بيقولوا عليها سيوف شماعة. ايه سبب تسميتها شماعة؟ الله اعلم. هناخد يمين اهو. ده شارع جميلة ابو حريت، الشهيدة الجزائرية، أو باين ما كانتش شهيدة، المناضلة الجزائرية. لأن أنا مش معرفش هل استشهدت ولا لم تستشهد، بس أعرف إن هي مناضلة جزائرية ضحت بما هو غالي ونفيس من اجل تحرير الجزائر. صورنا برضه جزء قبل كده من شارع جميل ابو حريت، بس من مده كبيره يعني، يمكن من اكتر من سنه. ادينا ايه؟ ادينا بنعمل ريفريش. وفي
طبعا بقالنا مدة ما نزلناش فيديوهات في اسكندرية، فدي اهو ده يعتبر تالت فيديو اهو لاسكندرية، عشان استاذ محمد السعداني ما يزعلش مننا، لان هو بيحب فيديوهات اسكندرية دوننا عن اي فيديوهات اخرى. فنرجو ان هو ايه، ان هو يكون مبسوط بالكام فيديو بتاع اسكندرية اللي نزلوا دول. اسم رمل تاني موجود هنا، الشارع اللي جاي يمين ده لو دخلت فيه وديك على اسم رمل تاني. لا، الشارع اللي بعده يا جماعة يوديك على اسم رمل تاني. الشارع اللي على اليمين ده شارع الشركة العربية، ده يطلعك على شارع أحمد أبو سليمان. نبقى برضو مرة كده ايه، مرة نخش نصور لكم الشركة العربية بأحمد أبو سليمان بشارع 20 بمنطقة أبو سليمان عموما. يعني الشارع اللي جاي مين بقى يدخلك على رمل تاني، اسمه شرطة رمل تاني. لو دخلت شمال ده شارع صندوق دعم، ده يطلعك على الشارع المعاكس للي احنا فيه، اللي هو وانت جاي من كوبري العوايد وكوبري أبيس رايح على مصطفى كامل وعلى الفلكي بتبقى ماشي منه، كنت مصوره انا قبل كده. بصوا بقى، احنا هيبقى قدامنا خيار من الاتنين، يا يعني نطلع سريع يا يعني نطلع محمودية. الاتنين يوصلوا ايه يعني، هنطلع من السريع اللي هو القاهرة اسكندرية زراي هيبقى في وشنا، يا يعني نطلع من على محور المحمودية برضه هيبقى في وشنا ناخد له يمين. الاتنين يوصلوا بنفس ايه، بنفس النقطة يا جماعة. بصوا بقى يا جماعه، هنا بالظبط كده مع نهايه السور اللي على يميننا ده، لو عايز تطلع محموديه خليك مع السور، خش يمين شركه بيسكو مصر والمصنع اهو على شمالنا، خش يمين من هنا يطلعك محموديه. خلينا المره دي نطلع ايه، نطلع دائري او ننزل سريع. ده كوبري العوايد على ما اتذكر كده، ان احنا كنا صورناه قبل كده بس في الاتجاه المعاكس على ما اتذكر يعني. عايز بنت محسن اللي على شمالنا ديت،
اللي عايز المزرعه بتاعت كليه الزراعه، الكوبري اللي جاي ده كوبري عبيس، ما يطلعهوش ياخد من جنبه يمين يخش على المزرعه بتاعت كليه الزراعه، وممكن تخشها من ناحيه كوبري الناموس اللي هو في منطقه ابو سليمان اللي يعتبر امتداد شارع السوق منطقه بكوس. هنا برضه هيبقى قدامنا خيارين بعد ما نطلع كوبري عبيس، ده كوبري عبيس يا جماعه، هيبقى قدامنا خيارين، يا اما ناخد دائري اللي هو الدائري على طول زي ما انت هينزلك عند كارفور، يا اما ناخد السريع طريق السريع القاهره اسكندريه الزراعي او امتداده، يعني هيودينا فين؟ هيودينا على الموقف على محرم بيه مباشره. انا مش فاكر احنا كنا مصورين ايه قبل كده، باين كنا مصورين الدائري باين قبل كده. عموما بص، مفترق الطرق ده انا هاخد منه يمين، اللي هيكمل شمال ينزل على الدائري، تمام. انا هاخد منه يمين على ما اظن ان انا ما صورتش النزله دي قبل كده. هناخد يمين كده ننزل على فين؟ ننزل على الطريق السريع اللي هو هتبقى في ظهر القاهره، يعني في ظهر كفر الدوار ودمنهور وابو حمص وكل طريق القاهره اسكندريه زراعي. بس انا هبقى في اتجاه ايه؟ في اتجاه اسكندريه كده يا جماعه، مش في اتجاه ايه؟ مش في اتجاه القاهره. اللي عايز اتجاه القاهره يعني بعد ما اعمل اليمين اللي جاي ده يعمل يوتيرن ويرجع، يبقى انت كده ايه؟ يبقى انت كده في اتجاه القاهره. طبعا كل الميكروباصات اللي واقفه دي واقفه عشوائي برضو. احنا كنا صورنا بقى الوصله دي بس من الاتجاه المعاكس في السلسله بتاعت طنطا اسكندريه طنطا اسكندريه طنطا، كنا ماشيين الناحيه التانية. يبقى كده ايه الفيديو ده يجي هيجيب معانا ايه؟ هيجيب معانا من كوبري ابيسا اهو لحد ايه؟ لحد محرم بيه. ونكتفي ايه بهذا القدر من الوقت، نكمل في ايه؟ في جزء تاني، عشان كده هيكسر معانا ال هيكسر معانا ال 15 دقيقة. استاذن حضراتكم، اللي عجبه الفيديو يعمل اشتراك ولايك وشير ويفعل الجرس تفضلا وليس امرا، واللي ما عجبوش الفيديو واللي في التعليقات ما عجبكش الفيديو ليه، بحيث نحاول نعدل من الفيديوهات القادمه، ونشوف حضراتكم في فيديو جديد قريب.